ورجعنا لكم مرة تانية وبنستقبل ضيفنا أستاذ صبري حافظ الناقد الرياضي. منور الدنيا أستاذ اهلا صبري. بحضرتك. اهلا أنا وسهلا بيك. عايز أبدأ معاك في البداية بالتطورات اللي حصلت داخل نادي الزمالك. والله يعني السنوات اللي فاتت منذ تولي المستشار مرتضى منصور مسؤولية قيادة النادي، وأي حد بيجي النادي بيشوف فيه تغيير ملحوظ، يعني حتى سواء كانوا أجانب أو عرب بيلاقوا إن في طفرة كبيرة سواء إنشائية أو رياضية، وده مخلي يعني فيه روح كويسة داخل النادي من الأعضاء ومن كل محب النادي ومن كل من يدخل النادي بيلاقي فيه طفرة كويسة، وده بصراحة إنجاز يحسب للمستشار مرتضى منصور والمجلس الإدارة. يعني فالنهاردة قبل ما توليه في 2014 كان أي حد يدخل النادي كان بيحس إن يعني مأساة يعني حقيقية يعني. فدلوقتي بتلاقي إن أنت داخل نادي أوروبي، نادي عالمي، مش بشهادتنا أو بشهادة المنتمين أو أعضاء، ولكن أي واحد حتى غريب بيلاقي إن فعلا فيه طفرة كبيرة، وده ما جاش من فراغ، ده أكيد جه من نتيجة إصرار وتصميم. وأنا بيحضرني في الموضوع ده مقولة للدكتور مصطفى محمود بيقول الكلام سهل، الأحلام أسهل، الأماني ممكن تتحقق أو ممكن أي حد يحلم ويتمنى، لكن الأصعب هو أصحاب الهمم والعزائم اللي هم اللي بيفوزوا لأنهم أصحاب همم وعزائم. فالهمة والعزيمة بمعنى أن لولا في إصرار وعزيمة من جانب المستشار ما أعتقدش أن ما كانش أعتقد ما كانش هيتحقق كل اللي الناس شايفة دلوقتي من إنجازات سواء كانت إنشائية أو رياضية. والعزيمة والتصميم والإرادة لازم بتبقى مخلوقة جوه الإنسان. فأنا أعتقد أن هو المستشار مرتضى كإداري موهوب، ربنا وهبه بشخصية بكاريزما، بيحاول أن هو يحقق كل الأهداف اللي قدامه. احنا مش بنقول كده احنا ما بنناقش، ولكن كل الشواهد بتقول ان هو بصراحة حقق طفرة كبيرة، وده سبب تمسك الجميع بسيادة المستشار. يعني الحاجة التانية ده بتنعكس كمان على اللعيب، يعني اللعيب لما بيشوف ان فيه إرادة قوية، في تصميم، في إنشاءات، في فلوس، في بتلاقيه بينزل الملعب بيطلع كل اللي هو عنده، وبيبقى عنده تصميم وإرادة مختلفة عن أي حد بيعاني من في أندية أخرى. وده الفرق ما بين الزمالك وما بين أي نادي، خاصة في الفترة الأخيرة اللي تولى فيها المستشار مرتضى منصور. وأنا بشكر بصراحة برضو المجلس لسبب بسيط، كان مع المستشار كان فيه مجالس قبل كده، في مجالس سابقة كان في أعضاء كانوا بيحاولوا يضعوا العراقيل والمتاريس قدام أي مشروع بيحاول ينفذه، فهو بصراحة المجلس ده سبورت وراه بيدعمه، فده خلق نوع من الراحة والاستقرار، وبيخلي ان هو بيقدم على الشيء بدون تردد يعني. فده سبب يعني احد الاسباب اللي سبب في النجاح اللي شافه نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. لو نتكلم على ردود أفعال أعضاء الجمعية العمومية، عن خلينا نمشي واحدة واحدة كده، عن أولا الإنشاءات اللي حاصلة داخل النادي. أنا بقول لحضرتك الإنشاءات يعني في سعادة فيه، ولذلك كان ردود الأفعال غاضبة بعد موضوع الحجز. موضوع الحجز كان لأن وفترة صعبة جدا، فترة كل يعني انا لو في خلاف مع اي حد داخل النادي كاداره بصفي الخلافات ديت، لان المعركه معركه الصفقات ديت يا جماعه معركه صعبه جدا، لا تقل عن معركه مثلا خوض دوري او خوض بطوله، لان الصفقات انا بنفسك في الحصول على صفقه افضل واحسن. لما بشوف لما بلاقي انا داخل انا مثلا بحب نادي الزمالك او عاوز العب في نادي الزمالك، وبلاقي مثلا فيه مشاكل ماديه او فيه حجز او مش هاخد مستحقاتي. طب حضرتك شايف موضوع الحجز ده ازاي؟ الحجز والله انا شايف توقيته ما كانش سليم، يعني هو عدم توفيق من صاحب اللي اثاره يعني في النقطه ديت، لان اذا كنت انت بتحب النادي فلازم حتى تنسى الخلافات وننسى المصالح الشخصيه وننظر للمصلحه العامه. انا اعتقد ان اثار النقطه ديت المشكله دي في التوقيت ده خسر اكتر ما ربح يعني.
لان الخساره ان انت يعني اصل التاريخ ناس التاريخ مش هيسيب حد والناس مش هتنسى. اه طبعا. فبالتالي هتلاقي التاريخ بيكتب في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه حصل كذا كذا وفلان تدخل وكان هيعرقل مثلا. كون ان هو بقى يقول المستشار معاه بيقول ان انا معايا ربع مليون ربع مليار جنيه فهو لازم يقول كده وهو بدليل هو ما بيكذبش لان هو بدليل الصفقات ما فيش حد النهارده سواء كان لاعب او جهاز فني او او ليه فلوس كله متسدد. وبالتالي كمان نقطه ثانيه مهمه هو لو ما قالش كده مش هتلاقي حد موجود حتى اللاعب هيدور على نادي تاني حتى اللي عاوز يجي مش هتلاقيه موجود ومش هيجي ولا هيفكر يجي لان كل الوقت بقت المساله مساله ماديه يعني فمسالك هتبقى صعبه يعني. فبالتالي ما كانش المفروض يتم اثارته في الموضوع ده في الوقت ده. وفي كمان نقطه تانية ان يعني هتستفيد ايه يعني ما هو وبعدين انت بتقول ان شاء الله يعني واثقين ان هي باسرع وقت. ما هي هو المستشار طمن الناس كلها والناس وهو لذلك هو كان في فرق كبير ما بين قبل المؤتمر وما بعد المؤتمر. ما عندكيش فكره فرحه الناس كانت عامله ايه لما طمنهم وقال لهم كل شيء هيبقى على ما يرام والصفقات اللي انتم عاوزينها كل طلباتكم اوامر والصفقات احنا حتى هلا بنفس النص كده قال احنا جايبين صفقات من على وش القفص تفاح امريكي يعني مش 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 صفقات يعني تعبانه من تحت القفص يعني. وبالتالي فطمن الناس وقال لهم ما تخافوش من احد واحنا اتصرفنا ان احنا يعني حكايه الحجز وديت احنا لنا يعني طرق ولنا حلول قادرين ان احنا نحل اي مشكله تواجهنا يعني. بالظبط يعني في صفقات قويه كمان معانا احنا دلوقتي معانا برضو ابراهيم الضاي وزكريا محمد صبحي ومعانا محمد صبحي كمان يعني صفقات قويه. راي حضرتك في ايه؟ والله هم بصي من الصعب جدا ان انت تحكمي على خاصه الثلاثي. هو في صفقات ثانيه بس ما نقدرش نتكلم عنها دلوقتي لان لسه برضو يعني ما تمش الاعلان عنها رسميا. لكن انا شايف ان ان زكريا الوردي وابراهيم اناداي اعتقد ان هم محتاجين وقت يعني. وبعدين انت في ماتش بتاع الهلال كان من الصعب ان انت تحكم عليهم لان اولا ده كذا سبب. اولا لسه ما شاركوش لسه يمكن كانت اول او ثاني تمرينه. النقطه الثانيه انت الهلال كان ضاغط علينا شويه واخد بالك لان لاسباب كتير يعني في فرق كتير في الاسعار اللعيبه بورصه اللعيبه في تفاوت كبير. لكن الجانب لما يبقى في شق هجومي بمعنى ان الفرقه بتاعتك مهاجمه يبقى المهاجمين بالذات خاصه الاطراف بيبقوا تقدر تحكم عليهم لان بيجي لهم تمويل كتير من لاعب النص فبالتالي بيتحركهم بيمرهم بيراوغهم بيضغطهم بيشوطهم فهنا. لكن اما تبقى مضغوطه بيبقى التمويل لهم صعب ما فيش تمويل. شايف ان احنا كنا مضغوطين وكمان عندنا ان احنا ما ارتحناش وقت كافي. احنا كانت في يعني اولا هو من الصعب كمان ان يعني تقارن الماتش بتاع الهلال السعودي وتقول ان هو مثلا هزيمه. هي اولا ركلات ترجيح، ثانيا انت فتره راحه تعتبر راحه سلبيه فبالتالي ما فيش الاستعداد اللي هو المناسب اللي يخليك يعني. لو الدوري السعودي روشن حوالي الجوله الثالثه بيلعبوها واخد بالك يعني خدوا فتره الاعداد دخلوا مباريات في اعلى درجات الجاهزيه الفنيه والبدنيه. بالظبط احنا عندنا الدوري انتهى 30/8 احنا لعبنا المباراه 9/9 وبعدين اللعيبه كمان لما تاخد دوري وكده وواخده بطوله فبيحصل نوع من الايه من الاريحيه كده ويعني بيحصل. فهم كانوا عاوزين راحه لان هم تعبانين كمان موسم طويل وشاق يعني جدا. فبالتالي هم ما صدقوا ان هو الدوري انتهى وكده وخدوا يعني. فهي كان من الصعب ان انت تحكم على ابراهيم اناداي وزكريا الوردي. لكن انا شايف مع الوقت هيتحسنون خاصة ان معهم خبير يعني مستر فيريرا ان هو قادر يعني بيخلق من الفسيخ شربات فهو قادر ان هو اولا يطور من ادائهم. هم محتاجين تطوير اداء خاصة في السرعة في الاستلام الكورة في الضغط في الحاجات دي. اعتقد ان هم خاصة ناداي سريع يعني كمان وزكريا الورد برضو راجل يعني لاعب كويس واعتقد ان هو هنشوف منه حاجات كويسه ان شاء الله في الدوري في الموسم الجديد ان شاء الله. شايف ان مستر فيريرا يلجا للتدوير عشان برضو يتجنب ان احنا طبعا هيبقى عندنا ضغط موسم وضغط مباريات فشايف ازاي برضو يتصرف؟ والله اعتقد ان بالمقارنه بالموسم اللي فات فيه اختلاف كبير يعني
انت ما كنتش احيانا بتلاقي لعيبه على الدكة الاحتياطي، وكان بيبقى مشكله كمان. هو كان بصراحه يعني كان ساحر يعني. فالموسم ده الوضع هيختلف، في صفقات كويسه اعتقد ان هو ممكن. هو في دو حاجتين، التدوير لسبب بسيط، هو طبعا لو خد 11 هيختار ال 11، بس هيبقى في تغييرات، فالتغييرات دي تعتقد في 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 هتبقى في 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 في, في اطار محدد، لان التغيير المستمر ممكن يحدث حاله من عدم الانسجام. لكن التدوير برضه مهم، لان عشان اللاعب اللي هو واقف بره، اللي قاعد بره، لازم ياخد الحساسيه المباريات، ينسجم مع اللعيبه. لكن هو انا اعتقد ان دي مش هتفوت عليه، يعني اعتقد ان هو برضه قادر زي ما هو قدر في الموسم اللي فات ان هو يقابل صعوبات كتير، وان هو يواجهها ببساله ويواجهها بشجاعه بصراحه، وان هو ينجح. فاعتقد ان هو ممكن يعمل التدوير وفي نفس الوقت يحافظ على القوام الرئيسي، شايف ان كمان صعبه يعني. لعبتنا الشباب الصاعدين من فريق الامل برضو ممكن يبقوا حل من ضمن الحلول. بالتاكيد بالتاكيد، اللي نجحوا في ظروف صعبه اكيد في ظروف اقل صعوبه هينجحوا يعني، خاصه ان هم خدوا الثقه، اتعودوا على اللعيبه زمايلهم. اصعب حاجه اللي هو المواجهه الاولى بتبقى فيها خوف وقلق شويه، لكن لما خلاص خدوا يعني الخضه راحت منهم، بقى عندهم دلوقتي ثبات نفسي وانفعالي قوي، قادرين ان هم يواجهوا اي مواقف صعبه، وخاصه ان هم كمان فتره طويله مع مستر فيريرا، فاعتقد ان ديت هتبقى شايف يعني. مستر فيريرا طبعا كان ليه بصمه واضحه جدا جدا وكبيره جدا مع عملك، كمان في نجوم برضو بيبقى عليهم دور، زي مثلا شيكابالا. شيكابالا برضو كان عليه دور ان هو يديهم الدفعه، يحمسهم، يشجعهم، حتى لو ما بيلعبش في التشكيله معاهم، لا دايما تلاقي شيكابالا بيحمسهم وبيشجعهم وبيحفزهم. كنت شايف كمان ان شيكابالا من اللعيبه اللي قامت بدورها خلال الفتره الاخيره. بالتاكيد ده كان احد اسباب نجاح منظومه الزمالك يعني، لان القائد مش قائد داخل الملعب فقط، ولكن القائد هو قائد داخل الملعب وخارج الملعب. هو اولا لو واحد، في ناس بنشوفهم يعني قائد او كابتن، تلاقيه لو ما لعبش يتمرد، يعني يظهر نوع من القلق وعدم الرضا. لكن هو بصراحه كان يعني كان اشد حماسا من يعني، هو كان على دكه الاحتياطي او بره بيبقى اشد حماسا من اللعيبه اللي جوه، فديت كمان بتزرع داخل اللاعب يعني نوع من الانتماء يعني، واخد بال حضرتك، يقول لك ده اذا كان ده بره وبيعمل كده. فبجانب الروح والحماس اللي هو لدى اللاعب، بيخلق له كمان، بيحاول ان هو يرضي القائد بتاعه الكابتن، خاصه اذا توسم فيه الروح وتوسم فيه الثقه وتوسم فيه ان هو صادق، فبالتالي بيبقى عطاؤه مضاعف يعني. وشيكابالا، شيكابالا رمز يعني، اللعيبه برده بالنسبه لهم شيكابالا ده مثل اعلى قدوه، نفسهم يعني في يوم من الايام يبقوا صحيح ده زي شيكابالا. ده حقيقه. وبعدين كمان هو يعني مش مغرور وانسان طيب، وفي نفس الوقت نجوميته طاغيه يعني على المستوى العربي والعالمي كمان يعني. راح لعب في البرتغال، وراح لعب في اليونان، وراح يعني خد جوله كبيره في الدول الاوروبيه، وبالتالي هو انسان يعني كمان طيب يعني. فاعتقد ان هو دوره كمان في الموسم الجديد ان شاء الله لن يقل عن طبعاً الموسم اللي جاي باذن الله. لو هنتكلم كمان عن جماهير نادي الزمالك، زي ما انت حضرتك شايف دلوقتي كمان على الشاشه وحبهم الكبير جدا لشيكابالا، ولكن عايزه اتكلم على مسانده الجماهير الموسم الماضي كمان تباعا لمباراه الهلال. قد ايه الجماهير كانت لا في ظهر النادي، هم الملهم، هم اللاعب رقم واحد، السند، الدعم، الظهر ورا النادي في اي مكان. شفت ازاي الملحمه اللي عملتها جماهير نادي الزمالك؟ بصراحه يعني انا يعني كان برضو ده الجمهور ده من احد الاسباب اللي كانت ورا يعني، حتى يمكن كانت ماتش الاهلي والزمالك اللي تعادلوا فيه 2-2، كانت قبلها العمليه ما كانتش ماشيه كويس، ولكن رغم ذلك كان بيساندوا وبيوقفوا بروح الجمهور من بدايه ما زادت الساعه الجماهيريه، بداوا يزيدوا يعني، والنتائج ما كانتش برضه على ما يرام، ولكن كانوا بدأوا. فده خلى برضه اللعيبه ايه تحس بامان، وتحس ان فيهم سند، في سند وراهم، وان هم في لو تفتكر كمان من مباراه غزل المحله، أنا بالزبط فاكره كويس بالزبط جدا، سافروا ومعاناه وكده، وما ننساش برضه جونه
والجوع نصاعه. ما ننساش برضه بصراحه عشان ما يعني ده ليس نفاق ولا رياء ولا حاجه، ان الاداره برضه ساعدت في ان هم وفرت اتوبيسات الحافلات ديت بصراحه، وكان في وجبه كمان، فكانت يعني هو عاوز ايه اكتر من كده. فكان خاصه ان الجمهور الزملكاوي معروف يعني بانتمائه، وان هو طبعا بيبقى واقف مع ورا الفرقه في الاوقات الصعبه اكتر من الاوقات اللي فيها فرح وانتصارات يعني. فاعتقد ان الجمهور بصراحه التاريخ برضه سيسجل الموسم اللي فات ده بالذات، لان الفرقه كانت في اشد الحاجه لمسانده الجمهور. لما بتلاقي كمان حول يعني في مباريات تحس ان الجمهور لا كانه شارك بالظبط في ارض حقيقة الملعب يعني. دي في ماتش ايسترن لو تفتكري لما كابتن سيزو عمري ما هنسى طبعا. فبصراحه يعني انا بعتقد يعني بصراحه الناس والجمهور مباراه ايسترن يعني من قريب جدا كنا عاملين سؤال في الحلقه ان من افضل الاهداف اللي كانت في خلال الموسم، وناس كتيره جدا كانت اجابتها هو هدف زيزو في مباراه السيف الجزيري، خد الكوره واستلمها وامتص قوتها ومهاره طبعا مررها لزيزو، وزيزو برضو يعني استقباله الكوره بشكل جميل. هنتكلم طبعا عن زيزو باستفاضه، ولكن هنطلع فاصل قصير وبعدها هنرجع ونستكمل كلامنا مع الاستاذ صبري حافظ الناقد الرياضي. شكرا. يعني بمناسبة المنتخب، شايف مين من لعيبة الزمالك ممكن يكون له نصيب كبير جدا مع روي فيتوريا؟ والله روي فيتوريا بصراحة يعني شايف ان هو يعني ممكن يعني يعمل حاجة مع المنتخب. لعيبة الزمالك فيه كتير يعني هو كمان أشاد بلعيبة كتير يعني جدا، زيزو وأشاد بشيكابالا كمان ونيمار وحسام عبد المجيد وفتوح بصراحة يعني كلهم بصراحة والونش طبعا بصراحة يعني أنا شايف إن هم يعني يمكن 99% من الأسماء دي تستحق إن هي تدخل، لأن هم حققوا معجزة بصراحة يعني مش يعني الدوري ده يعتبر بمثابة إعجاز يعني بصراحة، لأن كان في ظروف صعبة واللاعيبة والعملية مش عملية طفرة مثلا، مش عملية خطوة بسيطة، لا ده هي عملية مستمرة، وأعتقد إن هم خدوا الجرعة المناسبة اللي هي قادرة إن هم يستمروا يعني بداية، ولأنهم تعرضوا لكذا اختبار صعب يعني من بداية. احنا إن شاء الله برضو عنا دلوقتي على دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله وأول مباراة مع إلكت التشادي، شايف المباراة دي إزاي هتكون عاملة؟ أولا أنا شايف إن لازم يبقى فيه اهتمام كبير لدوري أبطال الموسم ده، لأن احنا من 20 سنة بالظبط وإحنا البطولة دي بعيدة عن دولاب نادي الزمالك، فاعتقد ده برضه ما بيغيبش عن الجهاز الفني بقياده مستر فيريرا. اللعيبه اعتقد ان هم حاسين بده. ماتش ليكت التشادي ماتش مش سهل يعني على فكره، ماتش صعب، لان الفرق ديت لما بتلعب خاصه على ارضها بيبقى لعب شبه عشوائي ولكن فيه نوع من الجديه يعني هم يعني تلاقيهم كده زي شامين ريح كده، تلاقيهم مهاجمين كده على على المرمى وكره خطا دفاعي او فممكن يجي خطا فممكن يسبب في ماساه يعني. لا قدر الله يعني، لكن اولا يبقى فيه يعني من جانب الجهاز الفني واللعيبه يبقى لازم يبقى فيه تركيز جامد، يحس ان الماتش ده ماتش كانه ماتش كاس خاصه الذهاب، لان العوده لو الماتش السهل بتاع الذهاب هتبقى ماتش العوده بالتالي هيسهلوه على نفسهم يعني. فانا شايف ان الماتش ده ياخدوه باهتمام، استغلال انصاف الفرص، التسديد من خارج المنطقه، لان هم برضه ميزه الفرق الافريقيه خاصه تشاد والنيجر والفرق اللي هي في جنوب غرب افريقيا تلاقيهم عندهم السرعه، في سرعه وعندهم كمان قوه بدنيه فبالتالي لازم خاصه ان الفرقه مغموره يعني مش هتلاقي فرقه لاعب مميز فيهم او اكيد مستر بيريرا شاف اكتر من شريط لهم، واعتقد ان هو كون رؤيه كويسه وبالتالي هيحدد التشكيل المناسب للفرقه. لكن انا شايف ان اهم حاجه في المهمه ديت الروح ويكون عدم الاستهتار، لان الاستهتار ممكن يكلف الفرقه مشاكل كتيره ويخلي لقاء العوده في استاد القاهره ان شاء الله يوم 25 سبتمبر هيخليه صعوبه، ربنا ما يجعل فيه صعوبه ان شاء الله ونفوز باذن الله هدف او هدفين باذن الله يا رب ان شاء الله. دلوقتي عايزه اروح مع حضرتك ناخد اجابات الناس او الجمهور على سؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سؤالنا النهارده استعدادات الزمالك لبطوله دوري ابطال افريقيا. اتفضل.
احمد عيد وهبه، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. وعلى الناقد الرياضي استاذ صبري حافظ، بنشكرك جدا. اتمنى تكون بدايه قويه لنادينا في دوري ابطال افريقيا، ولازم تكون الاستعدادات قويه، واتمنى من كل اللعيبه التركيز واللعب بروح وعزيمه في كل مباراه في دوري الابطال، وان شاء الله تكون بدايه قويه لنادينا، وباذن الله السادسه في 100 عقبه. زملكاوي جميل. طلعت، مساء الفل عليك يا ماما، بشكرك جدا. بدايه المشوار الافريقي ان شاء الله هتكون قويه، والعوده بالانتصار لاراحه اعصابنا، وتكون مباراه العوده تدريبيه، وان شاء الله البطوله زملكاويه يا رب ان شاء الله. طلعت يا رب. محمود، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. ان شاء الله بدايه قويه لنادينا الملكي، لازم لعيبه الزمالك تركز في المباراه وتلعب بحماس كبير وروح عاليه واصرار على المكسب، وباذن الله السادسه في 100 عقبه، وكل التوفيق لنادينا الملكي العظيم. زملكاوي وافتخر. محمد عدلي، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا على الناقد الرياضي استاذ صبري حافظ، بنشكرك جدا. اتمنى تكون بدايه قويه لنادينا في دوري ابطال افريقيا، ولازم تكون الاستعدادات قويه، واتمنى من كل اللعيبه التركيز واللعب بروح وعزيمه في كل ماتش في دوري الابطال، وان شاء الله تكون بدايه قويه لنادينا، وباذن الله السادسه في 100 عقبه. زملكاوي جميل. عريني الدولي، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. اتمنى من لعيبه الزمالك تخلص جون في اول 15 دقيقه علشان يتفتح مساحات ونضمن الماتش. بشكر حضراتكم دايما 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 على التواصل معانا. استاذ صبري، انا بشكرك جدا 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 على وجود حضرتك معايا النهارده، بجد كنت منورني، ويعني ولي الشرف ان حضرتك كنت معايا النهارده. الله يكرمك، شكرا جزيلا. بشكرك جدا. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا، كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير بكره في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.